أفضل فزاعة على الإطلاق. قصة شيرين جابر ورسومات عبير الخطيب. في قرية بعيدة وسط الحقول الممتلئة بالمحاصيل الشهية، يقف الفزاعة عامر وحيداً ليلاً ونهاراً صيفاً وشتاءً، يقوم بعمله الغريب على أتم وجه دون أن يتحرك خطوة واحدة من مكانه. الجميع يعرفون أن الفزاعة عامراً أفضل فزاعة في القرية كلها. كل الطيور والحشرات تهرب حين تراه، كذلك تفعل الأرانب والفئران والفراشات. لا أحد يجرؤ على الاقتراب من حقل الفزاعة عامر أبداً أبداً. عالياً على عصا خشبية يراقب الفزاعة عامر الحقول، وكلما أحس بحركة مريبة ينكش قش رأسه ويهتز بقوة يميناً فيسار، ثم يدور بسرعة حول نفسه ويصرخ بصوت عال وخشن، فيهرب بعيداً كل من يراه. لا تتقن أي فزاعة أخرى عمل حركات مخيفة كحركات الفزاعة عامر، فكما أخبرتكم عامر أفضل فزاعة على الإطلاق. وفي يوم عادي كباقي الأيام، وبينما يقف الفزاعة عامر وحيداً ينتظر أي حركة مريبة على الأرض أو السماء، حدث أمر غير متوقع. اقترب أرنب من الفزاعة عامر. إنها المرة الأولى التي يقترب فيها أحد من الفزاعة عامر دون أن يشعر به أو يراه، لكن الأرنب كان صغيراً جداً ويقفز بخفة شديدة. وقف الأرنب الصغير أمام الفزاعة عامر ينظر إليه دون حراك. تعجب الفزاعة عامر كثيراً، وفجأة نكش قش رأسه واهتز هزات متتالية مرعبة، لكن الأرنب الصغير بقي مكانه دون حراك. حاول الفزاعة عامر الاهتزاز بقوة أكبر حتى أن بعضاً من قش يديه بدأ يتطاير في كل مكان. أحس الفزاعة عامر بغضب شديد وقال لنفسه: سأحاول مرة أخرى، سأدور بسرعة قصوى وسأصرخ بقوة. دار الفزاعة عامر دار حتى شعر بالدوار، ثم صرخ بأعلى صوته الخشن. فجأة بدأ الأرنب الصغير بالتصفيق والقفز فرحا. أقوى، أسرع، قال الأرنب الصغير. نفض الفزاعة عامر القش المتطاير عن أكتافه وحنى جسده ببطء مقتربا من الأرنب، ثم همس في أذنه قائلا: لماذا لا تهرب بعيدا؟ ألا أبدو مخيفا؟ بالطبع مخيف جدا، قال الأرنب الصغير، ثم عقد حاجبيه وسط جبينه ونكش فرو رأسه وبدأ بتقليد حركات الفزاعة عامر. صرخ الأرنب الصغير. ضحك الفزاعة عامر بشدة. أحس الفزاعة عامر لأول مرة بشعور جميل. ليس عليه أن يخيف الجميع ليكون الأفضل، فهو على أي حال لا يحب البقاء وحيداً. أغمض عامر عينيه واستمر بالرقص والاهتزاز والدوران، وكلما سمع هتاف الأرنب وتصفيقه كان يبتسم ويفرح كثيراً. تبدو مضحكاً جداً، أنت ألطف بكثير من أن تكون فزاعة، قال الفزاعة عامر. لقد راقبت فزاعات القرية كلها، أنت الأفضل بكل تأكيد، أجاب الأرنب. أرانب وسناجب عديدة، قطط وفراشات وحشد كبير من الحيوانات اصطف يراقب الفزاعة عامرا ويصفق له بشدة وحرارة. حتى الطيور التي كانت تخاف منه وتخشاه اقتربت وحطت على كتفيه. ومع مرور الأيام أصبح الفزاعة عامر معروفاً ومشهوراً برقصة جميلة يؤديها برفقة الأرنب الصغير، وبقي كما كان يقال أفضل فزاعة على الإطلاق.
شكرا.